التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء أشاد سموهما بالإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي عززت من الدور الفاعل الإقليمي والعالمي لمملكة البحرين ووثقت علاقاتها مع دول العالم. أكد سموهما أن مملكة البحرين تستند في نهضتها الحديثة على قاعدة صلبة انطلقت في عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، والذي قدم أعمالا جليلة في خدمة وطنه وشعبه، وتعاظم هذا المسار التنموي وحقق العديد من القفزات النوعية في العهد الميمون لجلالة العاهل المفدى. واستعرض صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جملة من الموضوعات المتصلة بتطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما بأن الإرهاب لا يحمل هوية بل يحمل فكرا قائما على التطرف والتعصب، ويجب تكثيف التعاون الدولي لمحاربته.